call me a god. You call me a god. انحار طاقة. هنا في واحدة وهنا الثانية. 170 الشهرة وهذا 50 الشهرة. لا هذا ما اقدر. لا ما في فاست ترافل. نسوي ابحار بعدين نرجع للسان ان. هل تعطيني كريتيكال هذه ولا بس العشر دقائق؟ تعطيني كريتيكال نقص من النص. عندهم خشاش عندهم عاق بس ما يحتاج اني في تفصيل يعني ما يحتاج اني ارجع لانيتا ولا شيء. بنروح نستقبل طلبات ثانية، طلبات السكر او طلبات سانت اين. اتوقع ان سانت اين طلبات مختلفة مع ان جابوني من الشرق من الغرب في افريقيا. ما متأكد صراحة انها كانت مش مرتبطة ببعض ولا. لا تنسوا إذا كنتوا يعجبكم القناة ويعجبكم تعجبكم هذه اللعبة فتابعوا قناتنا. إن شاء الله راح يكون في عندنا تنزيل فيديوهات بشكل يومي. كذلك أي جلتش أو أي حاجة في اللعبة، معلومات مفيدة في اللعبة راح ننزلها في القناة، سواء من الحلقات اليومية أو في فيديو استثنائي. نفس الفيديو اللي أمس نزلناه عن الجلتش كان في فيديو استثنائي مع مرتبط بالحلقات العادية. نفس الشيء انشر الفيديو مع أصحابك، ساعدنا أن ننشر القناة. أريد أوصل 450 متابع على حدود الأسبوع القادم، فساعدوني في هالشيء. أتوقع هنا بتكون نهاية الفيديو الثاني. ليش ما شفت يمكن قد يريد يشتري حاجة من عندي. أوكي ليش لا نبيت. ليش لا مبلغ زين. بنروح لسانت إين.
ونسوي مهام توصيل غيرها. مهام توصيل سانت إن ثانية وبعدين نبدأ نكمل مهام رحمة. معمل التقطير ننقله للمستودع للقطع اللي قبل شوية. عندنا ترى بالقمقمة البيضاء واجد 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 بس وأقدر أسلم بعد أقدر أسلم السكر اللي قبل شوية شريته أو خلصته. ما في توصيل، ما في طلبات، إذا نخلص مهام رحمة مباشرة. خلص مهام رحمة بس خلنا نسلم السكر. ما أقدر أزيدهم. ما أقدر أزيد. نستخدم الذهب اللي قبل شوية خذيناه. نطور اوكي نطور. في حاجة هنا المفروض قوائم الصدارة لما توصل ليفل الامبراطور او الملك تقليل مدة تكرير البضائع المقربة. تقليل مدة تكرير البضائع المقربة في المختبر بنسبة 20%. طبعا هذه ما بعد 4 ايام تسوي ريست. الموسم يبدأ بعد 4 ايام بس ما اتوقع بيصير ريست في البدايه. بيخلونا نلعب لحد لحد نهايه الموسم القادم. نجي هنا نقوم السلام وننقلها الى المستودع. طبعا ما في مهام او شيء شيكنا، ما في طلبات يعني، بس في مهام امداد نقدر نسوي موافقة لمهام الامداد. كنت اقول انه في فكرة مأخوذة من جراند ثيفت اوتو 5 الهجمات 600 الوزن. لأنها قريبة ولأنها ما تمرنا إذا كانت موجودة سويتها. و نخرج نروح نشوف الرحمة. هما how are you؟ نشوف رحمة نشوف إذا تستقبلنا، لأن آخر مرة كلمناها ما بغتنا ندخل معها. نشوف رحمة، ما يبقى لنا كثير إلا عشان نوصل للملك القراصنة. خلنا نشيك، أتوقع 1000 أو أقل. 600 مجموع 12 سفينة مدمرة أو أقل. You are like bamboo shooting for the sky. أوه خلاص وصلنا للملك، لأن لما نقدم لها هذا بتعطينا نقاط أكيد. I guess it was worth getting you on our side after all. You seem to have performed magic. You deliver traitors' heads and poof, turn them into the finest jewelry. Hariati's brooch, a threat weaved in gold. Who do they think I am? One of their miserable wives. A threat. This is how they see any woman they can't control. The Dutch have no substance. If they wanted to kill the Sultana,
they'd have done it already. I can't overthink this. Doubt is what kills us. The Dutch spread doubt amongst their empire and pounce on us with bloody charm. They parade the Sultana around and blame me for her imprisonment. اللي شفته انك لازم تخلص الميشنز في اسرع وقت, توصل لمرحلة الملكة اسرع وقت, لان المتعة في اللعبة فقط في الملك, انك تكون ملك القراصنة, انك تسيطر على كل المناطق الموجودة في اللعبة. فهذا كلها الميشن ستوري ميشنز, هذا كلها مضيعة للوقت, حاول انك تخلصها في اسرع وقت ممكن. وتبدأ تبدأ مسيرة الملك بالنسبة لك في السيطرة على التريتوريز والمصانع والتجارة, تجارة المشروبات, هذه مشروبات غازية عصائر. قبول 1050 اللي توصلنا لمرحلة الملك, أو نبدأ ليفل 7 عادي الأمور طيبة. ليفل 9 because someone else does. Van Ginkgo, that sentimental prick is definitely my favorite kind of colonizer. The kind that tells you they're here for your own good. Everyone knows people cross oceans and brave rogue waves for selfless reasons, right? A helping hand from the civilized world. Like the fat pearls one finds inside the bellies of sharks. Farming may be honest work, but you aren't going to find any pearls in that dirt. Van Kinkel comes here to rob us and then brings our culture home as his discovery. طبعاً فان كينكل هو اللي قابلته قبل أمس التوقع في الساحل الشرقي. I bet he'd collect oyster shells if we told them they were worth something. If you can take back what's ours, my people will see that I stand up for Rempa. Maybe they'll remember it is a place worth fighting for. إذن خريطة كنز أسطوري. You're brave, Captain. Not as brave as my Unbound, but brave. اوكي, اذا اخر مهمة قبل ان نكون ملك للقراصنة. هنا عندنا قصر بالقريب, هذا او هذا مستعجل عشان اكون ملك للقراصنة فاعذروني. طبعا اعرف ان بداية اللعبة قلت ان اريد استخدم الفاست ترافل, وكذلك قلت سلام كابتن. سلام عليكم. We may have something to trade. كذلك قلت اني احاول اني استمتع باللعبة والتنقلات, الا اني لقيت نفسي اسافر كثير. ليش ما طلعت البحر؟ البحر ونمشي. A blunder for a blunder, eh? The DMC raid of Rumba's sacred site with different triggers. The Sultana may not be with us. كم بنتأخر في هذه المهمة؟ طبعاً بيبدأ سيريز أوف ميشنز. أول ما نخلص نوصل لمرحلة الملك أو لشهرة الملك, بيكون في مجموعة معارك لازم تدخلها, والمعارك صعبة تقريباً نفس الباونتي هانت وأصعب يمكن. فيفضل إنك تدخل مع جروب, إذا كان عندك جروب تلعب معاهم. أنا ما عندي جروب ألعب معاهم, فبسوي بحث عن أصدقاء. أتمنى أن أحد في السيرفر يبقى يجول لي ويخلص المهمة معاي, لأنه بتكون حقيقي.
critical hits rather. For the Dutch devils, these are mere trinkets. لازم but they mean سيطر على الأول ولا لا؟ استرجع حاجة هنا. الحط على ترى يارد خليناها. فنرجعها لغيمبا وخلصنا المشن. خلصنا المشن هلا. ووصلنا إلى شهرة الملك أخيرا. الزعماء ملك القراصنة يرحب بكم ونبدأ عاد سيريز ملك القراصنة عاد ما أعرف أتوقع نبدأها من العلم والله ملك أمشي وأضرب اللعبة مرحبا شتو ليفل 6 شلاك شفت ما يقدروا يقتلونه لأنه مبالي أنا ملك عارف الحين كل كم يزيد ليفل؟ ليفل زعيم؟ كل 1000 ايزي اذا كل 1000 ايزي صراحة ما راح ياخذ مني اي شيء عشان تلفل يعني على كل مهمة تقريبا على كل 10 سفن اقل من 10 يمكن كم نقسمها كل 6 سفن 7 سفن تلفل ليفل كملي راح نشوف صندوق البريد شوف الرسالة اللي وصلتنا وبعدين نبدأ السيكونس اللي يخلي ويفتح لنا مهام الملك نرجع لدالوك بنجارة وبنجارة ما أعرف بنجارة أفضل وأسهل في النطق نشوف الصندوق اللي وصلنا